هلا والله جايز، كيف حالكم؟ صوتكم بألف خير. انتوا بتشوفوا فيديو اليوم معكم جميلة من قناة جوجو عبد اللطيف. اليوم الفيديو أكثر فيديو انطلب مني، واللي هو روتين الصباحي، وفي نفس الوقت حيكون فيه نصايح. ويلا خليكم مع الفيديو. بالنسبة لي أحب إني أصحى قبل المدرسة يا بساعة أو بنص ساعة، عشان أقدر آخذ راحتي في الأشياء اللي بسويها، وكمان عشان أصحصح أكثر. طيب، أول نصيحة عندنا، من الأفضل إنكم تصحوا قبل وقت ابتداء مدرستكم عشان تصحصحوا وتروقوا، ولو كان عندكم مثلا أي واجب نسيتوه تحلوه في الليل تحلوه في الصباح. أول شي سويته إني طفيت المكيف، لإني عارفة نفسي إني حرجع أنام. فبعد ما طفيته، أنا عندي عادة مرة سيئة اللي هي لازم أجلس شوية على الجوال، بس حاليا جلست على بدل إني قاعدة أصور بالجوال. لبست سليبري وتوجهت على الحمام. الله يكرمكم. بعد ما فرشت اسناني راح ابدا استخدم غسول لوجهي. راح استخدم غسول الحبحب لانه مناسب لوجهي ومناسب كمان لعمري. طيب، ثاني نصيحه عندنا، اذا كانت بشرتكم تعاني من الحبوب او الجفاف او شيء زي كذا، اشتروا غسولات صباحيه عشان يساعدكم انكم تتخلصوا من البكتيريا والاوساخ اللي كانت في وجهكم في الليل. ودحين جاء وقت الفطور. انا ما احب افطر فطور ثقيل في الصباح، احب افطر شيء خفيف وسهل، فسويت لي كورن فليكس بحليب. فلانه خلاص خلصت الفطور ولسه باقي وقت للمدرسه، فقررت اني اتفرش في الصاله هجوم العمالقه. مره طايحه على انمي هذه الفتره. فبعد ما خلصت الفطور ابغى اغير ملابسي، فقررت اني البس ملابس مريحه. بعد ما لبست هحط بخاخ الفراوله، اشتريته من ذا بودي شوب، هو صباحي فمره احب احطه، وراح احط مرطب كارميكس. وشي ضروري انكم تشربوا مويه مره كثير، اقل حاجه 15 كوب او 7 اكواب في اليوم، غير انه المويه تطلع السموم من الجسم. روح ابحثوا في جوجل او اي مكان عن فوائد الماء وبتلاقوا كل الفوائد. باقي المدرسة تقريبا 10 دقائق، ففكيت لمبات المكتب. النصيحة الرابعة، حطوا اي حاجة تحبوها على المكتب او تلفت انتباهكم عشان تنفتح نفسكم وقت ما انتوا تدرسوا. فانا احب احط الشمعة. باقي على الحصة تقريبا الحين دقيقتين فلازم ادخل. والنصيحة الخامسة، ادخل الحصة قبل بدقيقة او بدقيقتين عشان لو الابلة دخلت وحضرت او قالت كلام مهم ما يفوتكم. وهنا انا كتبت في دفتري اهم الاشياء اللي قالت لنا عليها الاستاذة. النصيحة السادسة، هنا جيبوا اي دفتر عندكم اللي هو الدفتر الكشكول، واكتبوا فيها كل الاشياء المهمة اللي تقول لكم عليها الاستاذة، عشان في اخر الحصة لما تسوي المراجعة تكونوا ضامنين نفسكم من الاجابة الصحيحة. باقي على اختباري 5 دقايق يبدأ، فبروح اسوي لي قهوة على السريع. ويلا. طبعا بالاصح انا غلطت، مو قهوة بس انها فرنش فانيليا، اشتريتها من تيم هارتز بتقريبا 59 او شي زي كذا، بس حضيف عليها موية حارة وتصير معايا الفرنش فانيليا. سابع نصيحة خذوها مني، لا تستحوا انكم تفكوا المايك عشان تجاوبوا في النهاية تطلع الإجابة غلط. عادي، حتى لو فكيتوا المايك والإجابة طلعت غلط، في النهاية لا انتوا أول ناس ولا آخر ناس تغلطوا، في النهاية تتعلموا كمان من غلطكم. النصيحة الثامنة، لو انت تبغى تجاوبي بس ارفع يدك والأستاذة أكيد حتختارك، لا تفك المايك، لأنه في بعض البنات يبغوا يفهموا لكن مو هم قادرين يفهموا من صوت الإزعاج. خلصت المدرسة، يعني خلاص دخلنا فترة المساء،
فإذا شفت تفاعل على هذا السلسلة راح أسوي روتين المسائي وروتين في الويكند. خلينا نشوف إذا نقدر نوصل هذا الفيديو 500 لايك إن شاء الله يعني، وإن شاء الله استفدوا من النصايح ومن هذه الأشياء الحلوة اللي سويتها. قبل ما تخرجوا من الفيديو لا تنسوا تسووا لي لايك وسبسكرايب وكومنت، واكتبوا لي تحت اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية. وبس، مع السلامة.